برنامج برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. أرحب فيكم مشاهدينا في حلقة اليوم من برنامجكم كيف الصحة. موضوع حلقة اليوم يتمحور حول أمراض الأذن، واللي بنتناوله من خلال المحاور الثلاثة التالية. أول شيء بنتكلم عن التهاب الأذن الخارجية والوسطى، التشخيص والعلاج. وفي المحور الثاني بنتكلم عن مشاكل فقدان السمع. وأخيرا في المحور الثالث بنتكلم عن زراعة القوقعة. موضوع حلقتنا اليوم مهم، فخليكم ويانا وراجعين لكم. تتعرض الأذن لالتهابات عدة قد تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، وبالرغم من أن هذه الالتهابات تسبب آلام حادة، إلا أنه كلما تمت استشارة الطبيب فورا كلما كان العلاج أسهل. في هذه الفقرة بنتناول نوعين من الالتهابات، التهابات الأذن الخارجية والتهاب الأذن الوسطى. فكيف يتم تشخيص هذه الالتهابات وما هي العوامل المسببة لذلك؟ كل هذا بنتعرف عليه لكن عقب هذا التقرير. أكثر الأسباب التي تحدث التهابات الأذن الخارجية هي الماء المتلوث، لذلك يطلق عليها حتى هي إنها التهابات المسابح إذا كان الماء غير نظيف بشكل كافي، أو من خلال خدش هذه الجلد الرقيق داخل القناة. والأذن الخارجية طبعا موجود فيها الجراثيم، موجود فيها الفطريات بشكل متوازن، ومن خلال إصابتها ممكن أن تحدث التهابات في هذه المنطقة. أهم أعراضه هو الانتفاخ، التورم والألم بضغط بسيط على الجهة الخارجية من الغضروف أو شد الصوان إلى الخلف، يشعر المريض بألم، والألم قد تكون شديدة جدا. العلاجات بسيطة، نحن نعالج السبب مباشرة بإعطاء مضادات التهاب موضعية، وممكن أن نعطيها بشكل عام عن طريق الفم أو الوريد إذا احتجنا. ما يفرق التهاب الأذن الخارجية عن الوسطى هو الألم، طبيعة الألم. قلنا في الخارجية خلال ضغط بسيط على الأذن الخارجية يحدث الألم، بينما في الأذن الوسطى لا تتأثر بهذا الضغط أو بشد الصوان. نقص السمع التوصيلي الذي يحدث يكون في الوسطى أكثر منه بكثير من الخارجية، وعند تنظيف القناة في الخارجية يعود السمع طبيعي، بينما في الأذن الوسطى لا يعود إلا بعد عدة أيام أو بعد زوال هذا الالتهاب. الوقاية خير علاج. الوقاية في هذه الحالة ممكنة ببعض النصائح البسيطة، وهي عدم اللجوء إلى تنظيف الأذن بشكل مستمر وبشكل عنيف. هناك حالتين، ممكن أن يصاب المكان بالخدش وهذا مكان لدخول الالتهاب، أو بالتنظيف الشديد ممكن أن تغلق قنوات الغدد التي تنتج الشمع، وعندما تسد هذه القنوات يبقى إنتاج الشمع موجود داخل الجلد، وهذا مما يؤدي إلى الإنفلاميشن. إذا كان الماء هو السبب فينصح السباحين بوضع سدادة للأذن أثناء السباحة. بشكل عام ننصح دائما بعد الاستحمام بتنشيف الأذن.
من بعد هذا التقرير خلونا نبدأ حلقتنا ونرحب بالدكتورة أمنية محمد زين، دكتورة أمراض السمع والاتزان بمستشفى المفرق. يا هلا فيك دكتورة. أهلاً معنا. أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. دكتورة، اليوم نتكلم عن التهابات شائعة تصيب الكبار والصغار على حد سواء، هي التهابات الأذن، التهابات أذن الخارجية والوسطى. قبل دكتورة نبدأ ونتكلم عن خصوصية هذه الالتهابات وكيف تصير وما هي بالضبط، نتكلم عن تخصصك أيضا اللي هو دكتورة في أمراض السمع والاتزان، يمكن هذا أول من نوع عندنا هنا في الإمارات، لتقولين لنا عن خصوصيته وأهميته. هو دكتورة أمراض السمع والاتزان هو بنعتبره سب سبيشاليتي أو جزء متخصص جدا من الأنف والأذن، بس متخصصين في الأذن بس كالسمع وكالاتزان. اهميته ان في كميه كبيره جدا من الناس عندها امراض السمع، بتصاب بامراض السمع، وكميه كبيره جدا من الناس عندها اختلال في التوازن، ومعظم الناس بتبقى محتاره ما بين دكاتره الباطنه ما بين دكاتره الاعصاب اللي هو النيورولوجي. برضو دكاتره الاطفال خاصه هو النيورولوجي بيدياتريك نيورولوجي او دكاتره الاطفال العصبيه للاطفال بيبقوا محتارين مش عارفين يودوا الاطفال دول فين. فانا حبيت التخصص ده لان حسيت ان هو تخصص شامل جامع ما بين الاطفال، جامع ما بين انف والاذن، ما بين الباطنه، بيشير في كل في معظم تخصصات الطب. بتجيلك ريفيرر او بيجيلك تحويلات من ناس كتيره جدا، بتساعد ناس كتيره جدا في اكتشاف اذا كان الدوخه اللي عندهم دي هو دي حاجه من متعلقة بالحاجة سنترال، حاجة في المخ، ولا دي حاجة من الأذن، فبيبقى علاجها سهل وبسيط. بالإضافة برضو أن أنا حبيت التخصص ده هو من لما بتساعد الأطفال أن هي ترجع تسمع تاني، وبتحس أنك أنت طفل كان هيبقى هانديكاب أو طفل معوق سمعيا، وسبحان الله الطفل ده اتنقل من أنه معوق سمعيا إلى طفل مفيد للمجتمع، ابتدى يتكلم، ابتدى يدخل مدرسة طبيعية، ابتدى يندمج مع الأطفال الطبيعيين. فبتحس أنك أنت عملتي حاجة أو بنيتي بنى جميل. نعم، وهذا بالضبط المطلوب، ومن الطب أنه يبحث عن الأسباب ويبحث عن تشخيص المناسب. كل ما كان في خصوصية كل ما كان تشخيص أفضل. برضو بتحس أنك أنت ليكي يعني ريليشن طويلة مع المريض ومع أهل المريض. ما بتحسيش أنك أنت دكتورة وهم مرضى، بتحسي أنك أنت وان فاميلي. نعم دكتورة. طيب دكتورة، لو تكلمنا عن هذه الالتهابات المنتشرة وتصيب الكثيرين من الأشخاص، التهابات الأذن الخارجية، ما هي بالضبط دكتورة؟ التهابات الأذن الخارجية زي ما اتفرجنا على التقرير دي بنعتبرها من التهابات البسيطة، ما هيش من التهابات الخطيرة. لأن الأذن الخارجية احنا لما بنيجي نشوف الكفر بتاع الأذن الخارجية هو جلد سكين زي السكين بتاعنا ده، بس مشكلته ان هو في قناة. القناة دي هو ليها أنجل أو ليها زاوية، فبتبقى القناة دي هو الضيقة، فلو دخل داخلها ماء ملوث فبيفضل قاعد فيها ما بيقدرش يطلع بسرعة. بالظبط كده هو دي حاجة. الحاجة التانية ان الاذن الداخل الخارجية بيبقى الجلد بتاعها ملتصق على طول على الكارتج اللي هو مكون لصوان الاذن، فما فيش سبيس ما بينه وما بين الكارتج، وبالتالي لو حصل اي احتكاك او حكة في الاذن فدي بتعمل على طول التهابات او بتعمل على طول انفكشن فيها. هي المشكلة بتاعت ان هي very painful، مؤلمة جدا جدا جدا، لدرجة ان الطفل بيجي او الشخص الكبير بيجي من الألم ما بينامش، ما بيقدرش ياكل، ما بيقدرش يحرك حتى فكه، ما بيقدرش يحرك الأذن، ما بيقدرش حد اطلاقا يجي يلمس الأذن. وطبعا بتعمل صداع فظيع وألم فظيع، بس علاجها سهل، يعني علاجها وعلاج الالتهاب. علاج الالتهاب حتى ممكن نحط مضادات حيويه بفتيله داخل الاذن موضعيه، ممكن لو كان شديد قوي بندي انتي بايوتيك. ولكن بس بحب الفت النظر في الحاجه، لو كان الشخص ده هو عنده سكر فالموضوع بتاع التهاب الاذن الخارجي ما بيتاخدش سهل، ده حتى احنا بنسميه مالجننت، يعني حاجه مفزعه بالنسبه، مش مالجننت يعني مرض خبيث، لا انما التهاب لازم يؤخذ في الاعتبار. وفي هذه الحاله ممكن المريض ده هو بنعمل له بندخله المستشفى ونمشيه على انتي بايوتيك بالوريد بياخده، ولازم يتظبط السكر، ما يطلعش من المستشفى عندنا الا مظبط السكر. بالظبط كده. اذروايز طبعا بتيجي من حمامات السباحه كتير جدا. في بعض الناس بيبقى عندها اكزيما اللي هو زي الحساسيه بتاعت الجلد، الاكزيما. في ناس بيبقى عندها حساسيه من الشامبو، في ناس بيبقى عندها حساسيه من الرطوبه نفسها،
فهي علاجها بيبقى علاج بسيط زي أي التهابات في الجلد الخارجي العادي خالص. نعم. ودكتور يمكن تذكرتي نقطة السباحة لأنه يسمونه يطلق عليه أذن السباحين يعني مكثر ما يصابون به. لماذا دكتور؟ يمكن لدخول الماء. دخول الماء وساعات الحمامات السباحة ما بيبقاش فيها كلور كفاية. نعم. ممكن في حد ذات لو الكلور زيادة ممكن يعمل التهاب، او الكلور قليل ممكن يبقى فيه فطريات، الفطريات دي هو بتبقى مؤلمه جدا. طيب دكتور ليش يصيب اشخاص عن اشخاص اخرين؟ يعني في شخص ممكن يصاب بالالتهاب مره ومرتين ثلاث وشخص لا يصاب فيه. على حسب كل واحد، على حسب حساسيه الجلد بتاعته يعني. نعم. في حد عنده حساسيه، ليه ده عنده حساسيه وليه ده ما عندوش حساسيه، دي حاجه بتبقى من عند ربنا. نعم دكتور. واذا تكلمنا ايضا عن الاعراض والعلامات، يمكن دكتوره ذكرتي انه مؤلم بشكل ان الشخص يصاب بالصداع، بس اذا تكلمنا عن الاذن دكتوره شو العلامات تكون عليها الخارجيه؟ العلامات ان لما احنا اصلا بنيجي نبص بالمنظار العادي بنبص نلاقي ان الاذن الخارجيه فيها انتفاخ، ما بنعرف القناه نفسها ابتدت تضيق قوي قوي، فيها احمرار خلاص. لو اي ضغط على الاذن او اي تحريك او بيسبب الم شديد بالنسبه للمريض. نعم. يعني هذه تكون الظواهر اللي تكون مبينه وواضحه، مجرد ان احنا بنضغط من هنا هوت او بنحرك الصوان الاذن على طول المريض بيبقى فيه الم شديد جدا عنه. نعم. وغير الالام دكتوره والصداع شو ممكن بعد اعراض ممكن يسببها؟ ما فيش اعراض، هو ممكن بيحس ان في فقدان بسيط للسمع في الاذن، مجرد ما الالتهاب بيزول في خلال 48 ساعه خلاص بتروح دي تماما يعني. نعم. لان دكتوره دائما في فرق يعني بالالتهاب بالاذن الخارجيه غير مرتبطه بالاتزان، غير الاذن الداخليه. لا خالص، الوسطى. لا، هي بتتحكم في الاتزان الاذن الداخليه الداخلية. وليست الاذن الوسطى. او دي برضو غلطه دايما الناس تقول لك انا عندي التهاب في الاذن الوسطى عشان كده انا عندي فقدان في التوازن. صحيح. لا. واذا تكلمنا عن التهاب الاذن الوسطى دكتوره شو ممكن نقول عنه؟ التهاب الأذن الوسطى طبعا مشاكله في الأطفال أكتر من الكبار، وده ليه أسباب كتيرة جدا جدا جدا. أول حاجة التهاب المتكرر للوز واللحمية، دي أول حاجة. دي مش أول حاجة، دي أهم حاجة، هو التهاب المتكرر للوز واللحمية. كون أن الأطفال بيقعدوا دايما في تكييفات خلاص وما بنطلعش للفريش اير او بنطلع ناخد اناف اكسجين، دي برضو من ضمن العوامل اللي بتسبب التهاب الاذن الوسطى. نعم. واذا تكلمنا عن عمر الاطفال اكثر اصابه بهذه الالتهابات دكتوره متى تكون؟ والله ممكن بيصابوا من اول شهر في عمرهم لحد سن 6 سنين 7 سنين، يعني ملهاش سن معين، لان برضو في الاطفال البيبيهات اللي هم النيو نيتس او الاطفال الحديثي الولاده في غلطه شائعه الامهات بتعملها ان هي بترضع البيبي وهو نايم. نعم. وفي الاطفال الحديثي الولاده دايما بيبقى عندهم قناه الساكوس اللي هي القناه الموصله من الانف للاذن الوسطى او بتعمل تهويه المسؤوله عن تهويه الاذن الوسطى، دي بتبقى حجمها شورت وبتبقى وايد وبيبقى غير مكتملة النمو في الأطفال حديثي الولادة، فلما الأم بترضع البيبي وهو فلات وهو نايم فبجزء من الملك اللي هو بيرضعه أو الغذاء اللي هو بياخده بيدخل في الأذن بالضبط كده عن طريق قناة الساكوس، بيدخل في الأذن الوسطى وبيعمل التهابات متكررة للطفل. برضو أحب أشير لهنا هوت إن في غلط، مش غلطة طبعا محدش بيغلط فيها، بس الأم هي اللي بتبقى غلطانة، إن أعراض التهاب الأذن الوسطى خاصة في الأطفال بيجي على إن هو حرارة وإسهال. حرارة وإسهال. حرارة وإسهال. فالأم بتتخيل إن هو نزلة معوية أو حاجة من الأكل. لا، دي أول حاجة بتلخبط الأم، لا على طول توديه للدكتور، ومجرد دكتور الأطفال أو دكتور الأنف والأذن أو أي دكتور بيبص في الأذن بتاع الطفل يعرف على طول إن ده التهاب في الأذن الوسطى. نعم دكتور. وعندنا اتصال، أول اتصال حلقتنا اليوم من الجزائر من خيرة. يا هلا. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا فيك، تفضلي. كيفكم؟ بخير الحمد لله، كيف الصحة؟ أنا الحمد لله. الحمد لله، تفضلي. أنا أريد أن أسأل عن بنتي، عندها 5 سنوات. نعم. من اللي كانت عندها عام ونصف أذنها تشيل. أذنها شو يصير فيها؟ أذنها تنزف، يخرج منها سائل. نعم. الدكتورة قالت لنا عندها لحمية. نعم. وقالت لنا يتشيلوها، لازم ننزع اللحمية. نعم نعم. كنت أريد نعم أن أسأل دكتورة إذا كان في أعراض جانبية أو تأثيرات على هذا. نعم نعم دكتورة، وصل السؤال؟
انا نعم. فهمت شكرا خيرا. هي بتقول ان بنتها عندها لحميه نعم. ودايما بيجي لها التهابات متكرره في الاذن الوسطى، والاذن الوسطى بتجيب سائل تنزف. وان ما بتنزفش، هي بتجيب سائل نعم. دي لو بتنزف دي حاجه خطيره يعني، بتجيب دم دي هتبقى حاجه مش كويسه، ابتدى يحصل تسوس في العظم. انما هي اكيد بتجيب سائل اصفر عادي او سائل ابيض. في الحاله دي هي بتسال تشيل اللحميه ولا ما تشيلش اللحميه؟ اه طبعا لازم تشيل اللحميه. تشيل اللحميه. لازم طبعا تشيل اللحميه. لأن اهم علاج في الاطفال عشان نوقف التهابات الاذن الوسطى، وخاصه اللي هو الرشح اللي خلف طبله الاذن، ده معناها ان هي بنتها بيجي لها التهابات متكرره جدا نعم. والضغط في الاذن الوسطى بيزيد جدا لدرجه ان طبله الاذن ما بتتحملوش، فبيحصل انفجار في طبله الاذن عشان تسرب السوائل اللي هي متجمعه خلف الطبله. نعم. لا طبعا لازم تشيل اللحميه. طب ودكتوره هي سالت عن هل ممكن يكون في اعراض جانبيه لازاله اللحميه؟ لا اطلاقا أو أبداً. اطلاقا بالعكس، وهذا هو الخيار الامثل. بالعكس بالعكس، دي هي بتحمي بنتها من حاجات كتيره جدا، بتحمي بنتها من التهابات متكرره في الاذن، ممكن لو حصل ثقب في طبله الاذن ده يبقى بيرمننت ما يلحمش تاني، ممكن يحصل بدل ما هي سوائل خلف الطبله، السوائل دي بتبتدي تتجمع وتحصل بنقول عليها اتيزي اوتيتس ميديا، بتعمل تلاحم في عظيمات الاذن مع بعضيها، فبيبقى البنت عندها ضعف سمع يعني مزمن نعم. بالاضافه ان هي نقص الاكسجين اصلا، والبنت نايمه بالليل بيعمل نقص في النمو عندها، بيعمل نقص في الذكاء صحيح. بيعمل بيشوه النمو بتاع الفك بتاعها واسنانها، بيعمل تسوس جامد جدا في الاسنان، فشيل اللحميه هنا هو ده الحل الامثل بالنسبه لها. نعم دكتوره، واذا تكلمنا عن طرق الوقايه من التهابات وخاصه التهابات الاذن الوسطى عند الاطفال والالتهابات الاذن الخارجيه عند الاطفال وعند الكبار، كيف دكتور يعني نبتدي بالاذن الخارجيه؟ بالنسبه للاذن الخارجيه اولا نتلافى ان احنا نستخدم الهيل كوتون بادز التنظيف بالظبط كده اهوت بطريقه عنيفه. هنا في التقرير الدكتور قال ان احنا ننشف الاذن، صح ننشف الاذن بس ما ندخلش الكوتون بادز للداخل نعم. ايوه دي اول حاجه. تاني حاجة بالنسبة طبعا للسباحين، بالنسبة لازم تحط سدادات الأذن، ودي هتبقى موجودة في كل الصيدلات، أو حتى إيفن لو ما كانتش موجودة في الصيدلات إحنا بنفضل إن هو يروح لحد متخصص للسماعات يفصلها له، بيعمل له إير مولد يتفصل على قد الودن بالظبط، بحيث إن هو ما يدخلش أي نوع أو ما يسربش أي نوع من أنواع المي. حتى إيفن إحنا بننصح الناس بعض الأحيان إن هو وهو بياخد الحمام العادي بتاعه إن هو يحط قطن عليها فازلين، يخلي الفازلين من الاوتر سايد او من الناحيه اللي بره، بحيث ان الميه تنزل ما تدخلش جوه الاذن عنده. ده بالنسبه للامراض التهابات الاذن الخارجيه. بالنسبه للاذن الوسطى الاطفال طبعا الاطفال البيبيهات اللي هم نيو بورن اللي بيرضعوا بنقول للام رضعيهم في 45 درجه، يبقى الطفل نايم 45 ما يبقاش فلات. دي اول حاجه. تاني حاجه اول ما الطفل يسخن او اول ما الام تحس ان في اعراض رشح عند الطفل دهوت او اسهال زي ما قلت مباشره توديه للدكتور. لو كان هياخد انتي بايوتيك هيديله الانتي بايوتيك وهيديله العلاج بتاعه. في حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا، ان احنا اكتشفنا ان معظم الاطفال هي بتتعرض للفريش اير اللي هي مش قاعدين في تكييفات واهاليها محافظه عليها قوي، الاطفال دي ما بتصابش اقل عرضه لالتهاب الاذن الوسطى نعم. لذلك بنقول للامهات حاولوا تخرجوا الاولاد للفريش اير خاصه في الجو دلوقتي وجو معتدل حلو بالظبط كده نعم. ويتعرض للشمس، فبنقول لهم لا اما الفتره بتاعه الصبح اللي هي من 7:30 ل 8 ل 9 بتبقى الشمس مش قويه قوي وبيبقى فيه الهواء نظيف والشمس صافيه، او من الساعه بعد الساعه 4 نعم. اتليست نص ساعة بحيث ان تغير كل الاكسجين بتاع الجهاز التنفسي بتاع الطفل كله. نعم دكتورة، مع هذه النصائح المهمة نقف عندنا فاصل قصير دكتورة، بنرجع نكمل موضوعنا مشاهدينا عقب الفاصل. مشاكل فقدان السمع خليكم ويانا. هذا البرنامج برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية، صحة شريكك الصحي مدى الحياة.
أبوظبي الاثنين 9 مساء على قناة أبوظبي الإمارات. هلا سلطان. هلا يا الحبيب، وانت من متى صرت تركض؟ اوهو من امس وبديت اسوي رجيم. شي زين، وخاصة انك تلعب رياضة بعد. زين، مع السلامة. وين ساير؟ خلصت الثلاث دقايق مالي ما ركض، شو تبى بعد؟ لكن ثلاث دقايق يا سلطان ما تكفي، الجسم يبدأ يحرق الدهون بعد 20 دقيقة. يعني بالله عليك انت الحين تمشي 20 دقيقة يوميا؟ الله اكبر، لا تحسدني، تعال كل يوم تمرن وياي. سلام عليك يا سلطان، والله اني مو مصدق عمري، استويت بطل. للامام يا سلطان. المفروض الحين استاهل مكافأة، مثلا يعني صينيت مكبوس ولا صينيت برياني. مرة ثانية لكني اخسر وزن بسيط. حتى لو خسرت 5% من وزنك بيساعدك على تحسين صحتك. الصحة وايد غالية. صحتك حياتك. أعرفكم بسارة التي هي على تواصل مع عالمها المتغير، فاكتشفت أن هناك مشاكل أخرى غير التسوس قد تسبب تساقط الأسنان، لذلك نصحتها بكريسترو إكسبرت أول إن وان بتركيبة ستانس كومبلكس المتطورة على عكس معجين الأسنان.